رئيس حزب سفيريا ديمقراطنا إيمي إكسون ينتقد لأول مرة قائمة المطالب التي تقدم بها رئيس حزب الوسط والليبراليين لإمرار حكومة ستيفان لوفين، واعتبر أنهما ينتميان بشكل طبيعي إلى مكانهما الحقيقي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي حسب وصفه. السويد تحتل المركز الرابع بين دول الاتحاد الأوروبي في مستوى ارتفاع الضريبة العام الماضي وفقا لوكالة الإحصاء الأوروبية. نسبة الضرائب في السويد والتي تضمنت الضرائب ورسوم الضمان الاجتماعي سجلت 44.9% من الناتج المحلي الإجمالي. اصطدام جناح طائرة ركاب مدنية كانت قادمة من نيودلهي مساء الأربعاء في مبنى بمطار أرلاندا في ستوكهولم دون أن يتسبب الحادث بوقوع خسائر بشرية. الحكومة النرويجية تطلب من مديرية الهجرة لديها ببحث استخدام اتفاقية دبلن في التعامل مع القاصرين غير المصحوبين الذين يطلبون اللجوء ولهم أسر في اليونان حتى يتم فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم في اليونان وليس النرويج. تقرير حكومي يؤكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيؤدي إلى تراجع اقتصادها بنسبة 9.3%، ولهذا الغرض أطلقت رئيسة الوزراء تريزا مي حملة لحشد الدعم الشعبي للاتفاق عبر زيارة للأقاليم التي تشكل المملكة المتحدة.